نوصلهم على التوازي ونوصلهم بمصدر فولتيه باور سبلاي نعطيه فولتيه 15 او 20 فولت، بعدين بنقيس باستخدام جهاز الافوميتر او الفولت ميتر قيمه الفولتيه على اطراف المقاومتين، شوف بتتجزأ الفولتيه ولا بتضل زي شوف زميلك وتابع مع زميلك. سوصل المقاومتين مع بعض على طريق التوازي، بناخذ سلك من الطرف الاول بنشبك ب المقاومة يعني الثانية. طرف المقاومة الأول مع طرف المقاومة الثانية. نهاية المقاومة الثانية مع نهاية المقاومة الثانية هيك توزع زي كأنه سلم. طبعاً عند التدريب يعني الرحلة الفحص الصحيح إنه دائماً يكون في إلحام يعني. تلحم والإلحام يدخل. شوف هسا كيف بده يوصلهم مع مصدر. وصل. خط الحامي مع الطرف الأول الطرف الثاني بدايات مع بعض ونهايات مع بعض شغل الجهاز شوف الفولت ميتر افحص عيرنا الجهاز على الفولتية افحص على طرف المقاومة الأولى كم؟ كم الشباب المقاومة الأولى؟ رغم اختلاف قيم المقاومات 15 الثانية ارجع الأولى خلينا نشوف الأولى كم؟ 15 كم؟ 15 كم يا شباب؟ الثانية طف الجهاز لا يصير الطلب نرجع من شغل الجهاز رغم انه الفولتيه خفيفه لكن الافضل انك تطفي الجهاز كم القيمه هون 15 فولت هاي مقاومه كم القيمه هون 15 فولت شايفين يا شباب هلا شو غيرنا بس طريقه التوصيل اختلفت انه هون على التوازي الفولتيه تبقى كما هي ثابته 15 فولت ما بتتجزا بتتجزا هون التيار يا شباب